طيب كيف تعلق على تصريحات مستشار قائد حرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني بأنه سيجعل لبنان يعني وسيلة لمواجهة الكيان الإسرائيلي؟ كيف ينظر اللبنانيون إلى هذه التصريحات؟ ليسمح لنا، فهو أساسا ليس لبناني، هو إيراني ودولته هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيستطيع أن يتكلم باسم دولته من خلال وأن يهدد من خلال حدوده لا من خلال الحدود اللبنانية، مع احترامنا للإمكانيات التي وضعها في تصرف فرقاء في لبنان لسنين طويلة، ولكن اللبنانيين لأن اللبنانيين جميعا ينظرون إلى لبنان بنظرة السيادة اللبنانية والكرامة اللبنانية والعنفوان اللبناني، والذي يجب أن يكون قراره فقط بيد الدولة اللبنانية لا بيد أي مسؤول إيراني أو غير إيراني من خارج الحدود اللبنانية. وهذه النظرة هي نظرة اللبنانيين المجتمعين باستثناء الفريق الواحد المرتهن لإيران والذي يمثل يلتزم بأوامرها بكل لحظة. ولكن كيف تفسر هذه التصريحات في ظل أن إيران تسيطر على نصف تقريبا نصف سوريا، ومن الممكن أن تواجه الكيان الإسرائيلي من الأراضي السورية، لماذا لبنان بالذات؟ أنا لا أجد مبررا لهذه التصريحات إلا أنها محاولة لصرف النظر عن ما يجري حقيقة في لبنان وعن الوضع الاقتصادي والوضع الثوري الذي يقوم به الشعب اللبناني، وهذا تدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية ومن غير المسموح ومن غير المقبول. واضح. أن تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصرفها بهذا الشكل تجاه البلد اللبناني. فعلاقات الدول تكون علاقة دولة بدولة، ولا تكون علاقة دولة تتكلم باسم دولة ثانية وتنتهك حدودها كلاميا وفعليا وإلى آخره.